هعمل لكم النهارده جمبري لطيف قوي 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 يعني. معانا جمبري وهتستغربوا ايه ده امال. هقول لكم حالا. معايا توم وزبده. ومعايا بقى بصوا الجمبري خلوا السماك هينضفه بس ما يرميش الرؤوس. يحتفظ برؤوس الجمبري. ينضفه ويحتفظ برؤوس الجمبري. يتنضف يعني يشال القشر وتفتح الظهر كده يتشال يتنضف من الظهر اوكي. والديل يفضل ما فيش مشكله في الديل انه يفضل زي ما هو لانه لطيف يعني. anyway ونحتفظ بالرؤوس. طيب يبقى معايا الجمبري ومعايا رؤوس الجمبري. ومعايا بصل وثوم مفروم. ومعايا جنزبيل مبشور طازه جنزبيل طازج مبشور. ومعايا فلفل حار وكرفس وطماطم. وبعدين معايا بقى نشا وشويه ميه وقشطه حامضه ساور كريم ومعايا كريم الطهي. طيب هنعمل ايه بقى اللي عشان ناخد الوقت كده ايه بالراحه بالراحه. هنعمل كده اهو معايا برضو خل ايه عنب ابيض اهو كنت نسيه. خليك معايا هنا لك عوزه والملح والفلفل طبعا. طيب هنا بقى هحط شويه ميه ويا ريت الميه تكون سخنه اهو يا ولا. هنشوف خليني كده ايه واشوف اشوف احتاجت ميه زياده احط وانزل بايه بقى رؤوس الجمبري في الميه. اوكي كفايه اول ميه دي بس بقى. الفكره ايه ان هتفضل رؤوس الجمبري دي تغلي 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 تغلي. حط لها بقى ايه الاتش خلوا بالكم. هنحط خلي عنب ابيض هنحط بصل هنحط ثوم ملعقة كبيرة هنحط الزنجبيل وهنحط الطماطم كمان بس كفاية. ونحط بقى الكرفس اهو برضو كده كفاية حسب الكميات يعني. اوكي وفلفل حار حلفل فر حطه كله خلي الدنيا تولع يلا بينا. اوكي طيب وبعدين شوية ملح طبعا حلوين كده وشنون فلفل ماشي ماشي. و ادي واحد ادي اتنين تلاتة. يا عم ما تزعلش مدام جيتي مدام جيتي معايا خلاص يلا بينا بقى. تعالوا بقى ايه نعمل كده ونغطي. بتغلي بتغلي معلش اغلي على راحتك. وايه وهنغطي لغاية ما المية دي تقصر. خلينا نغطي كده. طيب لما تشتغل بقى ايه تشتغل براحتها. تعالوا بقى هنا 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 اوكي ادي زبدة جميل جمال وادي توم كفاية وشوية زيت النونة شوية زيت النونة بس يا عم شكرا. اوكي ابتدي بقى انا ايه اخد اللون شوية كده والريحة الحلوة دي تطلع بتاعة التوم. اوكي طبعا هنحط شوية ملح نونة لازم ونخلي ايه بالنا شوية ملح ومفيش داعي للفلفل. لما الدنيا دي بقى ايه يبتدي التوم يصفر وتخلوا بالكم بقى ايه ان التوم ده هتعملوه شرايح محملة شوية. يعني ايه محملة يعني ايه محملة يعني مش رفيعة شرايح مش رفيعة عشان تتحمل معايا شوية. ده كلام جميل. طيب وبعدين قبل ما تحصل لها أي مشاكل أبتدي إيه أحط الجمبري.
يبتدي هو يحمر. اوكي، ولما العضلة تبتدي تستوي يقوم ايه لافف، نقوم عاملين ايه، نقوم قلبينه اهو كده اهو. عقبال بقى ايه، انا هشيله مع على النار دلوقتي، ارفعه من على النار بسخونية الطاسة بالقصة دي كلها، هيقول اللي انا عايزه. خلاص شكرا، ابص هنا بصة كده. طيب كده بقى ايه، هنقوم عاملين كده عشان بس تيجي جنبي بس، ونضرب الحدوتة دي. ما تخافوش، حلو كفاية، عن إذنك زي ما انت. على راحتك بقى، تغلي براحتك وحاجات حلوة كده. وهنا يعني ارفع بقى تاني على النار كده سنونة قبل ما ده يقول. شوية مية نونة نونة صغنونة، و نحط عليها نشا. فين النشا؟ ادي النشا، يلا تقلب كده. شويه بقى ايه، come and think of it، مع كريمه عشان مش عايز احط ميه اكتر من كده. اوكي، نغلي بقى، نغلي بقى ونحط القشطة سار كريم. وبعدين نعمل كده. تمام، تعالوا نغرف بقى. والله في كذا طريقة للغرف، تعالوا نعمل كده. وانا دي معاها رز، الرز المفلفل ده بقى معمول بطريقة لطيفة جدا. عملت ايه؟ زيت، ونحمر في الزيت فلفل حار، اوكي، وبعدين انزل بالرز اشوحه واديله ميته وخلاص على كده، فيبقى ادي الرز بتاع الحدوتة دي. اوكي، طيب ادي الرز، وبعدين هقوم واخد دي كده، ادي الجمبري. ناخد بقى ايه كده مثلا، اها، ونعمل كده. اوكي، ونقدم هكذا. لو عايزين بقى ايه تقدموا معاه شوربه يبقى ايه، ممكن والله نعمل كده يعني، مثلا 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 يعني مثلا وصف فيها، عسى انه ايه يكون فيها شويه شو اسمه كريمه ولا حاجه. وقد كان فيها شويه ايه كريمه. اوكي، كلام جميل. اجي بقى هنا حاطط شركة راس كده لطاف كده اهو،